مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في هذه الأمسية في البلاد اليوم، طبعا للحديث حول موضوعين غاية في الأهمية. طبعا الموضوع الأول رايح يكون حول اليوم الوطني للبلدية الذي تحتفي به الجزائر اليوم احتفاء بهذه البلدية والمنتخبين وغيره من المؤسسات القاعدية في الدولة الجزائرية المحلية بطبيعة الحال. ونتكلم على هذا الموضوع باعتبار أنه قانون البلدية هو محل نقاش ومراجعة على مستوى الحكومة، ولذلك يعني تظهر أهمية الحديث على التنمية المحلية وعلى البلدية. الموضوع الثاني راح نتكلموا كذلك على يعني الدور اللي تقوم به الجزائر على مستوى الهيئات الدولية، خاصة يعني حركة عدم الانحياز التي رفع فيها أحمد عطاف كذلك من أجل إعادة بعث هذه الحركة، من أجل يعني إحقاق حق الفلسطينيين في إقامة دولهم، وكذلك المرافعة اللي دارها يعني شجبا وتنديدا بما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة. إذن ضيفي في هذه الأمسية والأستاذ علال بوثلجة، عضو لجنة الميزانية والمالية في البرلمان. نبدأ معه من خلال قانون البلدية. أستاذ علال مساء الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. مساء الخير سيد محمد، شكرا للاستضافة. إذن خلينا نبدأ بسؤال مباشر، أي بلدية نريد في الجزائر؟ وشو التصور تاعك للبلدية التي نريد؟ مش بلدية 2030 وبلدية 2025، ولكن البلدية 2050، بلدية 2060 وغيره، يعني ننظروا 30-40 سنة فما بعد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على أشرف المرسلين. أولا لازم نهني كل المنتخبين في الجزائر في البلديات وفي الولايات بيوم الوطني للبلدية. علاش نهنيهم سي علال؟ لأنه سامحني نقطعك، علاش نهنيهم؟ رغم يأدوا في عملهم، أنه أداء عمل المنتخب مش سهل في الجزائر يعني. نهنيهم لأنهم عندهم يوم وطني وقرى لهم يوم وطني، وهذا مهم صحيح جدا يعني نذكروا فيهم وكان نحسدهم يعني اليوم الشجرة وعندها يومها يعني. نعم صحيح. ونهنيهم بثقل الأمانة اللي على عاتقهم وعلى أكتافهم، ونهنيهم لأنهم يوم بعد يوم يثبتوا بأنهم يبنيوا في الجزائر كما تبنيها كل المؤسسات الأخرى، ونهنيهم لأنهم متحملين ضغط الجزائريين، لأنه البلدية بحكم الموقع نتاعها في مؤسسات الدولة هي الواجهة نتاع مؤسسات الدولة، وهي للمواطن يلجأ لها كأول يعني مؤسسة في حل مشاكله، وهذا الشيء يعني ماهوش سهل في جزائر 2024. اليوم هذا الوطني تاع البلدية جاء إقرارا وجاء موافقا لأول قانون تاع البلدية، جاء عن طريق مرسوم أمضاء الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله في 18 جانفي 1967، كان هذاك الوقت يرأس مجلس الثورة، وجاء عن طريق أمرية رئاسية هذاك الوقت. اليوم سؤال أي بلدية نريد، هذا السؤال في الحقيقة لازم يطرح على وزير الداخلية، لأنه هو اللي عنده مسؤولية متابعة مرافقة ويمارس الوصاية على البلدية. علاش ديرني أنا وكأني راني أنت دير روحك مكان وزير الداخلية؟ باش نجاوب من الموقع نتاعي. أنا الموقع نتاعي يعني كعضو في البرلمان، كرئيس بلدية سابق، كعضو في البلدية سابق، وأنا أفتخر وأتشرف بذلك. نقدر نقول عن أي بلدية نبحث. نعم. هذا هو ربما. أنا بالنسبة لي الحق الوقت أنه نحطوا بلدية قوية. بمنتخبين قويين معززين بصلاحيات واسعة وحقيقية يتمكنوا من خلالها من ممارسة وأداء مهامهم في أحسن الظروف الممكنة. علاش نقول شيء هذا يعني؟ ما عندهاش بأن البلدية اليوم ضعيفة والمنتخبين ضعيف، موش هذا هو، ولكن احنا محتاجين نقويوا الساس تاع الدولة، لأنه مدام هي الخلية الأساسية. شوف أي مثلا مرض يصيب الإنسان بعيد شر علينا جميعا، الأخطر منهم يتهجم على الخلية لأنه ثم فيها النواة. نفس الشيء بالنسبة لكيان الدولة، إذا كانت البلدية كمؤسسة خالية للدولة ضعيفة، كون متأكد بأن المؤسسات الأخرى حيصيبها الهوان، وهذا الشيء اللي مطلوب اليوم. لازم نقويه الخلية
حتى يقوى النسيج وحتى تقوى العضلة ويقوى الجسد. اليوم محتاجين بلدية قوية بقانون بلدية قوي يعطي صلاحيات للقاطرة نتاع الحكم نتاع البلدية اللي هي المجلس البلدي. طيب أستاذ أنت ما جاوبنيش، هل من صعب بمكان أنك تسير بلدية في عجالة إذا كان ممكن؟ يعني حتى نعطي لكل ذي حق حقه، لأنه في حصة سابقة تكلمنا أنا وياك على مسألة أنه يعني عدد المنتخبين هذو اللي فاسدين إلى آخره، أنت قلت بأنه عددهم قليل يعني بلك 300-400 واحد لا أكثر. هذا واحد. ثانيا ما معنى بلدية قوية؟ وش تقصد بلدية قوية يعني؟ شوف أنا قلت عددهم قليل ولو أنه ما يصحش، لأنه الفساد حتى يصيب نص ما هوش معيار، ولكن من باب غلق الثغرات نتاع التهويل ومن باب إحقاق الحق ونخليه قدر المنتخبين تاعنا أمام يعني الناس اللي ينتخبهم. هذا من جهة. من جهة أخرى علاش صعيب تسير البلدية في الجزائر باش نجاوب؟ لأنه كنا دائما نقارن أنفسنا مع كثير من الدول وين رؤساء البلديات نتاعها. أنا نذكر بأنه درنا مقارنة مرة فاتت مع فرنسا وين مناصب رؤساء البلديات هي مناصب تقريبا شرفية يمارس صلاحياته ولكن ما يدخل في التسيير. رئيس البلدية في الجزائر مع المكتب التنفيذي نتاعه هو منصب تنفيذي ومنصب تاع تسيير بامتياز. قلت علاش؟ لأنه هو الأمر بالصرف، يرأس لجنة الصفقات العمومية، يرأس لجنة الصحة العمومية في البلدية، يتابع الحياة المهنية تاع العمال، يرأس لجنة التعمير اللي تمنح عقود التعمير، يتابع المشاريع، يتابع التهيئة ويرافقها ويقوم بتنفيذها من الأول إلى الآخر. كل هذا شيء على منه مسير بامتياز. هذا الشيء ما هوش كاين فيه أكثر عرض وأكثر عرضة يعني رجل في السجن ورجل برا، لأنه كل قوانين اللي تابعة المواضيع ما ترحمش. إذا كان تغلط في قانون الصفقات العمومية شوف بأنه الجزائي ويستنى فيك يعني. القانون الجزائي ويستنى فيك. الكثير من الأمور تصعب. علاش تصعب؟ لأنه ما ننساش بأن المنتخبين يجوا بدون تكوين. القليل منهم اللي يكون مارس تسيير في الإدارة العمومية، ولكن معظمهم يجيو من مجالات أخرى وربما ما يعرفش المقاربة نتاع البلدية، ما يعرفش طريقة تسيير، ما يعرفش، وهذه تفتح الباب إلى الكثير من الأخطاء، وهذا الشيء اللي ربما في بعض الأحيان يتسبب في متابعة هنا وهناك. هذا من جهة يعني الشيء اللي صعب المهم. الشيء اللي صعب المهمة كذلك أنه البلدية في الجزائر هي الواجهة لما تكون تتسير مع المواطنين. تصور واش من الصعوبة عندك. صحيح. إرضاء الناس غاية ولا تدرك. صحيح. بلا ما ننساو المهام العادية نتاع الحالة المدنية اللي رئيس البلدية كذلك مسؤول عليها، والآن مصالح البيومتري اللي هو مسؤول عليهم، والدور الاجتماعي اللي هو مسؤول عليه، الفئات الهشة، أصحاب الهمم، المسنين، الأمراض المزمنة، كل شيء يعني يصب في البلدية. على هذيك الصعوبة هي بمكان وانت تتعامل مع مواطنين من كل الشرائح وبكل يعني القناعات هذه. وبعدها عندك صعوبة أكبر لأنك عندك مجلس منتخب فيه عدة أطياف سياسية أو جاي من الأحرار أو جاي بخلفية أخرى، وباش تلقى التوازنات في إطار القوانين. وتاني عندك وصاية، عندك شيف دائرة يضغط، عندك والي يضغط، عندك مصالح أخرى لازم تتعامل معها، لازم يكون عندك الحكمة، تكون عندك يعني اللباقة، تكون عندك الحركية باش تعرف كيفاش تتعامل. كل هذا أنت مدعو أنك دير عمليات هادم، دير عمليات غلق، دير عمليات كومونابيلسا تبليغ، دير كل شيء، وبالمقابل تتحمل توزيع السكن اللي ما يوقعش عندك، تتحمل عملية الترحيل اللي ما توقعش عندك، تتحمل كل هذا. وش يجعل منك؟ يجعل منك تحت الضغط، وهذا الضغط ما هو سهل تسير انت. هل سعلال سامحني، هل برأيك لو انه يتم الفصل بين في الداخلية يعني او استحداث وزارة جديدة للجماعات المحلية يكون افضل ويصب في قوة البلدية اللي تكلمت عليها انت بلدية قوية؟ والله شوف انا في نذكر في برنامج عمل الحكومة اللي قدمه الوزير السابق، وزير الاول السابق سي ايمن بن عبد الرحمن، نتذكر بأنه واحدة من الأشياء اللي طالبت بها قلت بأنه الحق الوقت. اليوم عندنا 58 بلدية، عندنا العشرات من الولايات المنتدبة، الآن عندنا 534 توقع دائرة، 1541 بلدية، عندنا 46 مليون جزائري.
الحق الوقت انه نفصل ما بين المهام تاع وزاره الداخليه 58 ولايه حدا 58 ولايه نفصل اليوم ما بين وزاره الداخليه اللي مهامها ثقيله جدا مهامها امنيه بامتياز لانه نتكلم على افات اجتماعيه نتكلم على تهديدات امنيه نتكلم على تهديدات من كل نوع على الحدود شرطه الحدود الممرات الحدوديه الموانئ كل شيء وبعدها عندك ملف الجمعيات اللي هو ملف ثقيل مع الأهمية تاع سيادة الجمهورية المجتمع المدني نعم. عندك ملف الأحزاب السياسية عندك ملف آخر لا يقل أهمية وموضوع الحماية المدنية الحرائق الفيضانات هذه تتطلب متابعة كلها ملفات ثقيلة واستراتيجية والمتابعة نتاعها يعني احتمال الخطأ فيها قليل نعم. بالمقابل عندك 58 ولاية اللي عندها ميزانيات ضخمة عندها برامج لا تحصى ولا تعد عندك 25 ألف منتخب عندك الكثير من التحديات اللي ينتظروها الجزائريين وموضوعة في برنامج عمل الحكومة اللي هو برنامج سيادة الجمهورية أنا أقول باللي الحق الوقت أنه نحط وزارة وهذه كاينة في تقريبا معظم الدول تختلف التسميات هناك من يسميها وزارة الإقليم واحد يسميها وزارة التنظيم الإداري واحد يسميها احنا نقدر هنا نسميها وزارة الجماعات المحلية اللي بإمكانها أنها تعطي دفع آخر وتعطي بعد آخر لموضوع المتابعة المركزية بالنسبة للجماعات المحلية وتحقق اللامركزية المرجوة يعني لأنه احنا نحب أو ما نحبش لازم نلحق إلى اللامركزية حقيقية طيب كاين مسألة أخرى يعني في قضية البلديات أنا بقولي خمس دقائق نحاول نناقش معك المسألة هذه في أكثر أوجه كثيرة الآن هل نحن بصدد البحث عن بلدية مدرة للثروة لأنه اليوم أنت فقير أنت لا تستحق مكانة في العالم واليوم تنمية معناها إنتاج ثروة هل نحن بصدد البحث عن بلدية تنتج ثروة وكيف يتسنى ذلك شوف أنت باش طالب واحد بمهمة لازم تحقق له واحد الشروط اللي أهمها الوسائل المادية والبشرية وخصوصا القانونية بالوضعية الحالية صعيب على المجالس المنتخبة أنها تحقق قفزة نوعية في موضوع يعني خلق الثروة لأنه علاش أنا بالنسبة لي إذا كان نحطوا خارطة الطريق أنا نفضل اليوم أنه نعملوا على ملف الرسوم تاع البلديات والتحصيل تاعها لازم اليوم نلقاو آلية اللي تكون تحت سلطة رئيس البلدية ويكون فيها أمين الخزينة ويكون فيها أمين أو قابض الضرائب اللي من خلالها نحسنوا عملية التحصيل تاع الرسوم تاع البلدية وكذا الجباية المحلية لأنه أموال ضخمة راهي تضيع ولو كان نحسبوا ولو كان نحسبوا 62 2024 أموال ربما يعني لا لا لا, لا إحصاء عليها هذا من جهة من جهة الأخرى نعملوا على الملف تاع الأملاك الوطنية لازم اليوم البلديات كلها بدون استثناء تكون الأملاك نتاعها باينة واضحة ومسوية الوثائق نتاعها ومثمنة كيفاش مثمنة إذا كان إيجار تؤجر بالسعر الحقيقي إذا كان بيع يتباع بالأجر الحقيقي إذا كان تستغل بالشكل الأمثل أنا أظن بأن قبل ذلك لازم نديروا الجر نعرفوا البلدية تعرف أملاكها الإحصاء في السجل الوطني للأملاك الوطنية كما راهي صار العملية ولكن هي عملية ثقيلة وربما متعثرة في كثير من الأحيان وكذلك موضوع تسوية الوثائق نتاعها هو اللي كذلك خالق مشكل آخر هذا أنا نظن بأن هذو هما الأمرين المستعجلين جدا من بعد في موضوع خلق الثروة الآن في المشروع القانوني السيد رئيس الجمهورية افتح الباب للبلديات من خلال مداولات البلديات اللي عندها مساحات تقدر تدير مناطق نشاطات مخصصة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة مخصصة لستارت اب مخصصة للشباب البطل هذه فرصة أمام البلديات أنها تجعل منها مورد هام بقاء الاستثمار الكبير اللي نتكلموا عليه اللي يمشي في قانون الاستثمار ومن خلاله الآن الوكالات نتاع العقار الاقتصادي اللي راهي جاية في الأيام القليلة القادمة بعد ما خلقوا النصوص التطبيقية نتاع قانون العقار الاقتصادي هنا اللي لازم نعرف حدود صلاحيات المنتخبين هنا تحسين الجاذبية تاع الإقليم والعمل على المرافقة والتهيئات هذا هو الحد نتاعها ما عدا هذا يبقى الأمر يعني يدرس ويقرر
في مكان آخر بعيد عن المنتخبين المحليين. وهل نقدر نوصل أستاذ علال من خلال هذه الديناميكية، خاصة أنه الآن رانه كان قانون تاع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، بمعنى أنه تقدر البلدية مستقبلا تدخل في شراكات مع القطاع الخاص، هل ممكن مستقبلا نعود ننتخب احنا المنتخب تاعنا ولا رئيس البلدية سواء يعاود ولا على حساب وش رايح يدخل كأموال للبلدية؟ والله أنا أشوف، أنا نقول في إطار القانون الجديد ولو أنه موجودة في القانون الحالي، نتمنى أن السيدات والسادة الولاد فقط يعملوا على ملف التضامن ما بين البلديات والتعاون مع البلدية. أنا متأكد بأنه لو كان نقدر نجسد ونرفع الحواجز البيروقراطية ونحسس المنتخبين بأهمية الموضوع، الكثير من البلديات راح تستفاد من موضوع الشراكة ما بين البلديات. توأمة تقصد يعني؟ توأمة وما بين شراكة، يعني شراكة رابح واحد عنده الأرض واحد عنده الأموال. وهذه اندارت يبني. أنا نعرف اندارت مثلا ولكن ثقيلة، بين دار البيضة وبين جراح كاينة توأمة ربما كاين، ولكن ثقيلة وفيها إجراءات معقدة، وهذا الدور نتاع الولات اللي من شأنهم أنهم يخلقوا حركية وتصبح حتى عملية التقييم تاع الولات من خلال ما تم تحسينه من أوضاع البلديات خصوصا من الجانب المالي. لو كان فقط نقدر ندير هذه التوأمات وفي انتظار أن القانون الجديد يجي بما يسمى بالمجلس البلدي المشترك لعدة بلديات، ممكن جدا أن نحقق قفزة في هذا الموضوع في انتظار المشروع الأكبر اللي هو إصلاح الجبال المحلية، لأنه ما نقدروش نضمنه عدالة اجتماعية في توزيع الثروة على الجزائري لكن ما أصلحناش بطريقة عميقة مشروع أو قانون الجباية المحلية، لأنه هو كذلك عنده مسؤولية إجحاف، لأنه النظرة بالوقت تغيرت، كان هو لازم يتغير مع الوقت، ما تغيرش لغاية اليوم، نتمنى أنه كذلك يتغير بسرعة حتى يواكب هذه الديناميكية الجديدة، مع أنه الدور اللي يلعبوه المنتخبين المحليين في إطار الشراكات في إطار البحث على الاستثمارات إلى غاية الوصول، وشك تقول أنت سواء يعني نمشيوا إلى الاقتراض من البنوك ونقدر نديروا مشاريع مثمرة اللي من خلالها تكون عقود نجاعة ما بين البنوك والبلدية. القانون موجود، هذا القانون، ولكن القانون ما فيش نص تطبيقي على هذه، ننتظروا أنه مشروع القانون الجديد. المرة اللي فاتت أستاذ علال قلت لي أنه عدد كبير 11 نص تطبيقي ما ظهرش في قانون 10-11 إلى غاية اليوم، وما نظنش قانون 10-11 اللي صدر في 2011، اليوم أنا نتكلم على 13 سنة من بعد، ما زال ما عندناش نص تطبيقي، وما نظنش راح تشوف النور إلى غاية أنه يجي القانون الجديد. القانون الجديد فيه شرط مهم، هو أنه ما يصدرش وما يصبحش نافذ إلى غاية أنه يكون فيه نصوص تطبيقية، هذا هو متعلقة بالشرطة البلدية، متعلقة بالاقتراض، ومتعلقة بموضوع الشراكات، لأنه حتى الشراكات الأمر ما هوش بالبساطة هذه، لأنه لازم العمل على يعني دفتر شروط محدد اللي يكون مضبوط كما يجب، وندخلوا في مشاريع اللي حقيقة تدير الثروة باش ما تصبحش من بعد مشاريع على بوندون، لأنه كاين مشاريع حتى اليوم في البلديات. نعطيك مثال في السكن، لي بروجي ابي سي كنب اسوجور اليوم كاين مشاريع عندها 30 سنة تاع التوقف، راهي اصبحت يعني هياكل، راهي تروح يوم بعد يوم لمشاريع، واش نسمي هذاك الوقت المشاريع البلدية مع مجلس البلدي مع لاكنب، صندوق الوطن لم ابي سي كنب لم لاديال، قعدوا معلقين والبلديات ما استفادتش، والمشاريع هذو ما لقاولهاش حل الى غاية اليوم، ناس تجي وتروح والمشكل معلق. صحيح. وهذا للأسف شد على هذه اليوم، إذا كان ندخلوا في شراكات ندخلوا بناء على دفتر شروط صحيح محين كما لازم الحال، ولازم تكون واضحة الأهداف وتكون واضحة المعايير وتكون واضحة لديلي يعني الوقت نتاع الإنجاز، كل شيء يكون يعني مضبوط، حتى ولازم ماهوش لازم كامل الناس تدخل في نفس الوقت. نعم. الا لازم ناخذوا بعض الولايات او بعض البلديات ككومون بيلوت ولا ولايه بيلوت نموذج. نعم. نبداو بها في انتظار انه ابي سي بيلوت. نعم. هذا هو. اشكرك استاذ علال، نتلاقاو بعد الفاصل اذا كنت كرمت، الحديث على دور الجزائر في مجموعه عدم او نعم مجموعه عدم الانحياز اللي ينعقد الاجتماع تاعها يوم 19/20 بالعاصمه الاوغنديه، شغل الاجتماع الوزاري هذا اللي لجنة التحضير حضروا سيد عطاف بطبيعة الحال وزير الخارجية، وكان رافع من أجل إعادة بعث يعني مسار عدم الانحياز، ورافع كذلك على القضية الفلسطينية اللي راهي الحدث اللي يشغل اهتمامات العالم كله. فاصل قصير ثم نواصل النقاش. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من البلاد اليوم. طبعا نحن نتحدث في
هذا الجزء الثاني على الجهود التي تبذلها الجزائر دبلوماسيا خاصة مع عضويتها في مجلس الأمن ومرافعتها على الكثير من القضايا العادلة وخاصة القضية الفلسطينية اللي حاضرة في كل يعني التصريحات الجزائرية والمواقف تاعها، وآخرها كان طبعا وزير المجاهدين اللي دعا إلى ضرورة تمكين فلسطين من دولة فلسطين من العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى المرافعة التي أداها وزير الخارجية سيد أحمد عطاف في يعني لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز ولجنة التحضير يعني لحركة عدم الانحياز اللي راح ينعقد الاجتماع تاعها يومي 19 و20 بالعاصمة الأوغندية، طبعا كذلك لرافع فيها على القضية الفلسطينية. ولن نحاول مع الأستاذ علال نتكلم على أهمية إعادة بعث هذه التجمعات والتكتلات الدولية وفي هذا الوقت بالذات اللي يشهد فيه العالم يعني حركية غير مسبوقة، ويشهد فيه العالم مؤشرات ميلاد عالم جديد. حركة عدم الانحياز هذه مش حركة جديدة، هل برأيك رهان الجزائر عليها وعلى منبرها وعلى الدول المشاركين فيها من الأهمية بمكان يعني؟ شكرا سي محمد. في الحقيقة الجزائر يعني في الأربع سنوات الأخيرة هذه منذ انتخاب سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية عملت الكثير على موضوع الدبلوماسية، ورجعت الجزائر للمشهد الدولي يعني بقوة. زيد على ذلك الجزائر محافظة على مواقفها التاريخية بالنسبة لكامل القضايا يعني اللي معروفة وتهم الجزائر، لا سيما القضية الفلسطينية يعني أم القضايا بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، والقضية الصحراوية اللي تعتبر آخر مستعمرة إفريقية، وهما ملفين هما ملفين اللي يعني بفضل مواقفها الجزائر تم انتخابها يعني لعهدة سنتين في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم بأغلبية 184 صوت من أصل 194 يعني، وهي يعني نتيجة نقدر نوصفها بالتاريخية بالنسبة لموقع الجزائر الدبلوماسي، لأن يعني القراءات تتم بالطريقة هذه. مدام عندك الإجماع أنت كامل المجموعات الجيوسياسية في الأمم المتحدة يعني أنت تحظى باحترام كبير. هذا من جهة. من جهة أخرى في ظل التحولات الكبرى، لأنه العالم كقراءة قبل جائحة الكوفيد وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، ما هو العالم اللي جاء بعدها بالنظر لكامل التحولات ذات طابع اقتصادي أكثر منها شيء آخر. وهذا الوقت كنا نقوله أنه نحن على مشاري في عالم جديد، كان متوقع أنه النتائج راح تدفعنا إلى مقاربة أخرى بالنسبة لكامل دول العالم. وهذا واش جاب أنه الكثير من الدول أعادت التفكير في بناء علاقاتها الدبلوماسية من خلال الفردية ومن خلال التكتلات، وشفنا كيفاش الاتحاد الأوروبي اللي كان حليف لروسيا وروسيا كانت أول ممول نتاع المواد الطاقوية لأوروبا صبحوا أعداء من يوم إلى آخر، وصبحت يعني تنافر كبير، وصبحت يعني روسيا هي العدو الأول. وكذلك التخوف نتاع روسيا في موضوع أوكرانيا بالنسبة للنقل الطاقة والتهديدات على روسيا، روسيا ما انتظرتش حتى تصبح هذه التهديدات حقيقية وبادرت هي يعني بالحرب هذه مع أوكرانيا. كذلك في الشهور الأخيرة هذه موضوع غزة، الاعتداء الوحشي نتاع الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين وخصوصا في غزة، أمام يعني سكوت إقليمي وسكوت دولي غريب يعني غريب، يعني الناس تقتل بالعشرات بالمئات في اليوم ولا واحد يحرك ساكنا، نبقينا في مواقف باهتة. الجزائر اليوم حركة عدم الانحياز تعتبر يعني واحد من المنابر القوية اللي كان الجزائر دائما يعني تعول عليها وتعمل في إطارها، وعندها امتداد قوي فيها يعني من خلال التركيبة، يعني كاين حوالي 118 دولة
اللي متركب مع حركة عدم الحياز بعدما بدأت في 55 ب25 دولة. الجزائر دخلت إلى حركة عدم الحياز قبل الاستقلال يعني في 61 مع الحكومة المؤقتة، وكان الرئيس هواري بومدين يعني في سنة 73 كان أول رئيس دعا إلى يعني نظام عالمي جديد من خلال ما قاله على أن شروط ووضعية وحالة إنشاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة المتحدة غداة الحرب العالمية الثانية تغيرت الأمور، يعني كانت ناس كتير غايبة ودخلت المنظمة هذه حتى اليوم. هذا بمناسبة إلقاء خطابه باللغة العربية في هيئة الأمم لأول المتحدة لأول مرة كرئيس جزائري، وبقى يعني خطاب تاريخي. ولكن في كل مرة كل الرؤساء الجزائريين اللي اعتلوا منبر الأمم المتحدة آخرهم الرئيس عبد المجيد تبون أكد على مواقف الجزائر الثابتة في القضايا من خلال القضايا العادلة في العالم. واليوم الجزائر من أيام فقط بعد دخولها إلى مجلس الأمن الدولي تم إقرار المقترح نتاعها بعدم تهجير ورفض التهجير للشعب الفلسطيني. فلسطيني. طيب أنت قبل قليل ذكرت الاتحاد الأوروبي أستاذ علال، صح مليح لو كان نذكر المشاهد الكريم أنه هذا الاتحاد الأوروبي اللي قام بين دول عاشت زوج حروب عالمية، يعني هي حروب أوروبية في النهاية ليست صح. عالمية ولكن حروب أوروبية يعني أصبحت عالمية بعد ما شاركت فيها أمريكا نعم. واليابان، لكن في الأصل وفي البداية هي حروب أوروبية، ومع ذلك تمكنوا من إنشاء اتحاد أوروبي. قد يتساءل المشاهد الكريم يقول لك وما جدوى عدم الانحياز، هل برأيك أستاذ علال أنه مليح نذكروا هذا المشاهد الكريم أنه بين الدول التي رافعت على فلسطين هي دول عدم الانحياز، لحركة الدعوة القضائية اللي احتجت على ألمانيا بدول عدم الانحياز، اللي شكك في جدوى منظمة عدم الانحياز، ما يعرف يعني السياسة الدولية، ما يعرف الأنظمة في العالم، ما يعرفش كيفاش العالم راه يدور. منظمة عدم الانحياز يربطها الكثير من الأشياء، يعني فيها الكثير من التقاطعات. لما تأخذ مثلا الأقطاب تاع دول عدم الانحياز اللي هي الجزائر، جنوب أفريقيا، إيران، باكستان، الهند، الكثير من دول اللي عندها قناعات متقاربة ورفضت في وقت ما أنها تنحاز إلى المعسكر الشرقي أو المعسكر اللي كان يقوده روسيا مع الصين، ومع المكان المعسكر الغربي اللي تقود الولايات المتحدة الأمريكية مع أوروبا الغربية. وهذاك الوقت لعبت دور كبير في حلحلة الكثير من الأزمات في العالم، والآن ما زال دورها يقدر يكون فعال وفعال بقوة، لأنه اليوم دول عدم الانحياز الكثير منها يرفض الأحادية القطبية اللي تفرضها أمريكا، ويرفض الثنائية القطبية اللي كانت في وقت ما، بل يرافع إلى عدالة يعني في العالم، إلى منح نفس الفرص، إلى عدم استغلال المقومات والثروات تاع الدول الفقيرة من قبل الدول المتقدمة، إلى الكثير من الأشياء اللي للأسف الشديد أصبح العالم اليوم يعاني منها، وشفناها جلية قلت في 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 وقت الكورونا ووقت الكوفيد، وين بانت بأنه الدول المتقدمة كانت تعطي الأولوية للروح البشرية عندها وكأنها يعني مفضلة بالنسبة لدول الفقيرة. طيب لما تكلموا أستاذ علال على محور دول عدم الانحياز، وإحنا كنا تكلمنا قبل قليل وانت قلت بأنه العالم راه على مشارفي والبشرية على مشارفي عالم جديد، هل برأيك أنه بانعقاد هذا الاجتماع هذا وبالمواقف اللي قدمتها الجزائر وكثير من الدول، نتكلم على جنوب إفريقيا والجزائر كانت يعني أشادت بالمحاكمة، محامون الفلسطينيون التونسيون اللي يعتزموا تحريك دعوة قضائية على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، موقف الجزائر في مجلس الأمن، الحكومة الأندونيسية اللي ترسل كذلك عن طريق شعبها، أمرت شعبها باش ترسل رسائل للأمين العام للأمم المتحدة تقول له بضرورة تمكين فلسطين من حقها في العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة وغيره.
هل برأيك كل هذه المساعي راهي تزيد تضيق الخناق وتزيد يعني كما يقولوا بين مزدوجتين تطلق رصاصة الرحمة على مش على الكيان الصهيوني ولكن على أعز ما يملك هذا الكيان عنده وهو صورته اللي سوقها للعالم منذ عقود بأنه دولة ديمقراطية، دولة حقوق الإنسان، دولة الأكثر علما، دولة الأكثر قوة، دولة الأكثر إنتاجا، دولة والدولة الأكثر إنسانية. هل ليماج دو مارك هذه؟ شوف الكيان الصهيوني عمل على على علامة مسجلة بالتواطؤ مع الكثير من الأنظمة والدول ومنها العربية اللي حب من خلالها يسوق بأنه هو الأصل وكل ما غير ذلك هو الفرع. لما تترك أو كوبي نون كونفورم يعني. هذا هو لما تشوف انت بأنه مثلا الولايات المتحدة الأمريكية هي تروج لدبابة المركافة وما تكلمش على أبرامس نتاعها وما تكلمش وش معنتها معنتها بأنه حاب فقط يعطي له هذيك الصورة باش قال هذا لا يهزم وعنده الأفضل وعنده ولكن في نهاية الموضوع 7 أكتوبر في يعني كشف الأوراق كشف الأوراق العسكرية إلى غاية اليوم والمقاومة اليوم وال يعني ما زالت حتى اليوم تفرض منطقها كشفت الأوراق بالنسبة للأوراق العسكرية. الآن الأوراق الإنسانية وش تتكلم أنت والأوراق الديمقراطية وما شابه ذلك اليومين الأخيرين هادو حتى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرت الموقف نتاعها من حكومة الليكود من حكومة الليكود هذاك النتين ياهو اليوم خلاص حابة تتراجع وتتكلم على أنه حماس هي واقع ومستحيل تدمر عسكرياً بعد ماذا؟ بعد 30,000 شهيد، بعد 60,000 وأكثر مصاب، بعد ما هدمت لحقت إلى قناعة بأنه يعني ماشين إلى حائط، وهذا اللي خلى يعني صورة الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي رأيت تنقاس لها، لأنه هي رأيت تهتز، لأنه لما أنت في كل مرة يجيك قرار في المجلس الأمن ودير الفيتو والناس من الجهة الأخرى تشوف الأطفال يقتلون، لما أنت دولة بدون خلفية دينية يعني لما جنوب أفريقيا بدون خلفية دينية عندها سفارة الكيان الصهيوني عندها علاقات عادية عندها اتفاقية استراتيجية للسلاح أول شريك تجاري للجنوب أفريقيا والكيان الصهيوني يعني عندها اتفاقية استراتيجية للسلاح اليوم يترك كل شيء يسقط في الماء من أجل مبادئ إنسانية ويمشي يعني يديبونس بلانت يعني يودع شكوى رسمية وراهي ماشية في محكمة العدل الدولية. هذا يعني يعبر على كثير من التغير في الموقف الدولي تجاه هذا الكيان الصهيوني. والأسبوع هذا فقط المظاهرات في واشنطن يعني أحدثت رعب داخل البيت الأبيض، المظاهرات في لندن مظاهرات مليونية، الأمر يتزايد لا يتناقص. أنا قلت أسفوا إحنا كجزائريين دائما على الموقف السلبي تاع بعض الدول العربية اللي خلات هذا الكيان يعني يدير كما يستفرد بالشعب الفلسطيني. صحيح. للأسف الشديد، وحتى أنه أطوار المحاكمة برزت واحد الحقائق اللي ربما كانوا مخبينها بعض الأطراف في موضوع المساعدات، في موضوع فتح المعابر، في موضوع أنا أقول يعني عيب وعار أنه نبقاو في مواقف سلبية من هذا النوع. الجزائر ما راهي في موقف أنها تقدم نفسها للعالم، مواقفها واضحة يعني العلنية والغير المعلنة. ولكن سعلا هذه التحولات هذه في كلمة فقط، التحولات اللي وقعت في العالم وفي توازنات القوة بين غزة وباقي العالم الغربي اللي راه مساند الكيان الصهيوني جاء بفضل هذه الجهود اللي بينها جهود الجزائر الدبلوماسية وغيرها يعني، فلا تحقرنا من المقاومة شيئا. لو كان ما كاش البلدان الشريفة اللي مثل الجزائر لو كان الأمر راهو مختلف. راهو مختلف منذ سنوات. وماشي لازم الناس كامل تفهم وتسمع وتدخل في التفاصيل. المقاومة الفلسطينية باش استقوات ولحقت لها هذا المستوى نتاع لاميتريز، وراهي الدولة الشجاعة اللي في يوم الوطني نتاعها في عرض عسكري لم يتم منذ 30 سنة تحط
رئيس الحكومة، رئيس المكتب السياسي تاع حركة حماس، نعم، مع رؤساء الدول في الصف الأول في المنصة الرسمية. نعم، إشارة قوية هذه. هذه رسالة ما بعدها رسائل مكلن تعبر، وإحنا في إقناع يعني ضعف النفوس. إحنا بالنسبة لنا هذا الأمر محسوم بالنسبة للجزائر. الآن يعني الامباكت دو لا بوزيسيون دو الجيري رايت بان لما مجلس الامن يتبنى يوم بعد يوم، لما حركه عدم الانعياز تتبنى مقترح الجزائر، هذا هو الدور الدبلوماسي. نعم، الحكومه الجزائريه المؤقته لما الناس كانت هنا يعني رافعه السلاح وتكافح، كانت هي كذلك عن طريق الدبلوماسيه في الامم المتحده، في كوبا، في يوغوسلافيا، في صحيح، ايرلندا، في هذاك الدور هو اللي جاب الاستقلال، ماهوش فقط بالسلاح، لانه السلاح لازم يقابله الدبلوماسيه. دبلوماسيه. اشكرك استاذ علاء المادير، الوقت يدهمنا. اشكرك مجددا لحديثك حول البلديات، وحديث كذلك على الدور اللي تقوم به الجزائر بطبيعه الحال على المستوى الدبلوماسي، مرافعه على القضايا العادله، سواء القضيه الفلسطينيه او قضيه الصحراء الغربيه. مشاهدينا الكرام، سعيدون دائما بخدمتكم، واسعد لما القاكم غدا صباحا في غرفه الاخبار كذلك. الى ذلك الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.